فإذا قال وكان هذا ترجمة هذا العالم الكبير حبيب العجمي. انظر قال وكان له دنيا. إيش يعني كان له دنيا؟ يعني كان عنده مال كثير. والمال الساكت الناطق، مال يعني نقد وذهب وأشجار وبساتين والله يرزقك حيوانات وماشية وكل هذا مال. كانت له دنيا. طب شو ساوى؟ قال فوقعت موعظة الحسن في قلبه. سمع موعظة من؟ الحسن بن أبي الحسن البصري. فتصدق 40,000 وقنع باليسير، يعني أكثر ماله أكثر ماله تصدق به وأبقى شيئا قليلا يسد حياة حتى لا يمد يده إلى الناس. تصور الآن تيجي على زوجتك وتقول لها إحنا الآن في بيت، خلينا أنا بعته لوجه الله تعالى تصدقت فيه، وعندنا مصلحة بتجيب لنا كل شهر 500-600 دينار 1,000 دينار، خلينا نتأجر لنا بيت 200 ليرة ونصرف 700-800 ليرة، والأراضي اللي إحنا شريناها والبيوت اللي بنيناها والسيارات اللي تملكناها كلها إيش؟ نبيعها ونتصدق في سبيل الله. شو راح يقولوا عنك؟ هذا اللي صار معه مع الحبيب العجمي. خلص ما عندي كفاية، بيجيني دخل وما بمد ايدي للناس وماكل شارب نايم متعالج وامن وامان، وباقي اموالي شو مالها؟ تصدقت فيها ثم مات. هذا المكسب الذي ينفعك في قبرك. اما انت تيجي تقول لمرتك عندك قطعة أرض، تقول لك شو رأيك يصيروا قطعتين؟ عندي بيت، شو رأيك يصيروا بيتين؟ عندي سيارة، شو رأيك يصيروا إيش؟ 10 سيارات. يلا يا ابني، يلا يا جوزي، يلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.